ليلتان وثلاثة صباحات مرت كلها على خير. لم يخطر ببالنا أن هناك أفعى بكامل سمها تصحو وتنام معنا على بعد 9 أمتار. رأيت الأفعى في الليل. هذا النوع من الأفاعي خطير جدا، ويختبئ هنا في بيت النمل، وفي الليل تخرج إلى المنطقة حولها بحثا عن الغذاء. هناك عقارب وحشرات سامة أيضا. سؤال يجر وراءه آخر أكثر تعقيدا. عرفنا بعدها أن جارتنا الأفعى تهاجم عين الضحية من مسافة مترين أو أكثر، وسمها لن يستغرق إلا 4 ثوان ليرسل الضحية إلى ما وراء الحياة. هذه الأفعى اسمها كيب كوبرا، سمها قادر على القتل في أقل من دقيقة، وأقرب مستشفى من المخيم يستغرق الوصول إليه ساعة على الأقل بسيارة مسرعة. بينما يخبرنا عتيق عن الكوبرا الصفراء، خطر ببالنا كيف لا يبالي المسايون بالخطر الجاثم قربهم، فالكوبرا تنام معهم من دون أن تنام شجاعتهم.